اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شاب تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء طبق المعارف. كما كتشوف معنا واحد الاختناق مروري كبير بالنسبة للناس اللي خارجين من العمل ديالهم كيتستريساو في هاد الطريق هادي اللي كتعصب. من قبيلة وحنا جايين بشوية اليوم. راه عيد المرأة، اليوم راه كلشي كيجي ياخذ الورود.